جاي تعمل ايه يا حاج شهاب؟ جاي تصطاد في الميه العكره؟ بس يا بنتي يا ليت الحياه، ولا تكونش جاي تسلم حمد زي المره اللي فاتت؟ لم بنتك يا ام صافيه، احسن يمين بالله اكلها كف ما تحط منك. من دي اللي تاكلها كف يا راجل يا عايب؟ ليه؟ لو انت فاكر عشان ابويا اتاخد خلاص ملناش راجل، ده انا اجيبك في شوال انت وابنك. ولا تكونش المره دي جاي تخطب للمحروس بعد ما انت انسكعت على قفاه؟ شوفي البيت اختشي يا بت، عيب الكلام ده. العيب هو اللي جاي علشانه ياما، علشان اقصر الكلام. ما عندناش بنات للجواز، انا مش هتجوز اللي حامد. اي عجيبه الربايه يا بوشي مكسوف. تضربيني ياما واكسر رقبتك كمان؟ ان ما ربيتك انت بتبجحي في الحاج قدامي، ده لو ابوكي كان ذبحك وانت هتلاقي فين زي الحاج ولا ابن الحاج؟ انت اتحبلتي في مخك يا بت، ده لو اتطبقت السما على الارض لا يمكن اجوزهولك. انت عايزه تتجوزي الراجل اللي حابس ابوكي ومبهدله؟ ده الراجل اللي انت رايداه وداخل نافوخك، ده لو كان راجل بصحيح كان يجي يسلم نفسه بدل ما يتحامى في الغلابه. خلاص خلاص يا حاجه، ملوش لزوم. على اي حال انا كنت جاي اعمل الواجب واتكل على الله. مالكيش في الطيب. حقك عليا يا حاج، حقك عليا يا حاج، ما تزعلش. حقك عليا، مع السلامه. يا منت بختي فيكي يا صافية، يا منت بختي فيكي، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. يعني ايه يابا؟ يعني اللي سمعته، البنت اتخبلت خلاص وما بقاش فيها امل. الواد لحس دماغها وما عادتش رايده غيره. يعني ايه يابا؟ هو ايه اللي يعني ايه؟ يعني ايه؟ جاتك نيلة غبي زي امك، يعني ما فيهاش يا عمرها. لو عايز صافية يبقى لازم حامد ده يخفى خالص. قصدك ده لو انت رايدها بصحيح، وان كان على الرجالة رجالتك ما فيش اكتر منها، لو عسوا هيجيبوا قرار. المرة دي بقى خرجت الشيخ سليم بالقلعة، هتبقى مهر صافية. ساعتها لا هو ولا امها هيقدروا يقولوا لك تلت التلاتة كام. انت لسه هتفكر. بإذن يابا. رايح فين؟ إذنك معاك يا أخوي. هيفكر في إيه يابا ها؟ لا دي حكاية كده في الشغل مالكيش صالح بيه،